معلش. اتفضل. دي عربيتك؟ اه عربيتي. استاذ ناجي، شنو رايك اشوفك بغداد؟ عندنا فرصه ما تتكرر. العراقيين كلهم بده يشوفون المباراه، يعني عندنا ساعه، يعني طرق كلها فارغه. يا ريت، انا كمان نفسي اشم شويه هواء. تفضل. تفضل. ايه كل الجدران دي يا سطولي؟ الجدران هاي سووها الامريكان بمساعدة السلطة طبعا لاسباب امنية. انت جيت هنا استاذ ناجي قبل الاحتلال؟ اه جيت زمان. وشنو احساسك وانت بالعراق اليوم؟ والله يا سطولي انا هقول لك. تعرف البربريز الازاز بتاع عربيتك ده؟ زمان لما جيت كان في ضلمة، كان في مية، إنما هو كنا ماشيين. أي نعم ما كناش شايفين قدامنا قوي لكن ماشيين. دلوقتي أنا حاسس إن الإزاز ده جاله سرطان، كل حتة فيه بقت قد كده. إيه الجدار الكبير ده؟ ده عامل زي الجدار اللي بنوه الاسرائيليين في فلسطين. الاسرائيليين موجودين بالعراق وبقوه، يمكن ما تشوفهم بس موجودين بكل مكان. استاذ ناجي، كل التيارات السياسيه عندها هدف واحد، تمزيق العراق. ما طبعا ما دام الامريكان موجودين يبقى لازم الاسرائيليين يكونوا موجودين. مو بس الامريكان استاذ ناجي، القاعدة هنا، مخابرات الدول الكبيرة والصغيرة، تيارات، أحزاب، منظمات، الكل. أستاذ ناجي، أنت تعرف النمل لما يتجمع على قطعة حلوى كل نملة تنهش شوية تخليها على ظهرها تمشي. هذا هو حال العراق الآن، تخريب منظم. وانت ايه رأيك في يعني في أحوال العرب الأيام؟ العرب بعد 2003 صاروا أكثر الجنسيات المشكوك بتواطئها وعمالتها. العربي يعني بالعراق خاين، متهم. لا تزعل أستاذ ناجي، مصري، سوري، لبناني، سوداني، كل متهمين. الفلسطينيين هنا بالعراق اعتقلوهم، نكلوا ببعضهم، طردوا بعضهم. العربي هنا بالعراق يعني خاين. وليه ده كله؟ لأن العالم كله يعرف أن العرب متعاطفين مع نظام صدام، وتعاطفوا أكثر لما انعدم صدام. بص يا سطولي، أنا ضد الدكتاتورية وضد أي نظام شمولي فاسد مستبد، بس اللي حصل يوم عيد الأضحى كان إهانة، كان إهانة كبيرة لكل العرب. إيه اللي بيحصل؟ إيه ده؟ ده مش بيت،
ده متحف. بيتك حلو قوي يا استاذ توري. انا احب الفن استاذ ناجي، وما احب عيوني توقع الا على الاشياء الحلوه والجميله. ولهذا اتساءل دائما، ليش ما يخترعون قنابل تقتل البشر بس تترك اللوحات والتماثيل ما تتدمر؟ شوفوا بمصر مثلا، الاف الاجيال اجت وراحت، ملايين البشر ولدوا وماتوا، بس الاهرامات باقيه بمكان. والنبي ما تنبر عليها، هي دي الحاجه الوحيده اللي لسه فاضله. تفضل 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 استاذ ناجي. احنا عندنا تجربه ما لها مثيل استاذ ناجي. انت تعرف الدينار العراقي؟ تفضل. الدينار العراقي اللي كان له صيت وثقل، فجاه وبليله واحده صار ولا شيء. الناس صارت ترميه مثل ورق الزبالة بالشارع. شنو حال الناس اللي كانت تجمع دنانيرها للزمن؟ ما انت هتقولي ما الجليل المصري كده برضه. بس الجليل المصري بقى قيمته بتقل لوحدها كده من غير حرب ولا غيره يعني. ماكو شيء بقى بقيمته بهذا الزمن استاذ ناجي. تفضل. بس انت ما قلت لي استاذ ناجي، شو وقت ان شاء الله رايحين لمصر؟ والله هو في واحد صاحبي بيحجز لنا التذاكر بتاع الطيران، يعني على بعد بكره كده. ابو القاسم اخويا وحبيبي. هو كمان بيحبك قوي، ده قال لي عليك كلام لدرجه ان انا كنت حموت عشان اشوفك. استاذ ناجي، ليش ما نكشف كل اوراقنا؟ كذب حلو بس حبله قصير، والحقيقة صارت تنكشف بسرعة بهاي الدنيا. أوراق إيه وكذب إيه؟ أبو القاسم لا يحبني ولا يطيقني، وإذا قال علي شيء أنا أعرف شو راح يقول. أنت عايز إيه يا ستوري؟ هذا هو السؤال المهم. أنا عاوز إيه منك وأنت عاوز إيه مني؟ أنا مش عايز منك حاجة، ومش عايز القهوة دي كمان. معقولة؟ معقولة الملحق الإداري الدبلوماسي السابق بتل أبيب ناجي بيق عطلة نفسه قصير لهالدرجة بالمفاوضات؟ مفاوضات إيه؟ عشان كنت في تل أبيب يعني. أنا كنت بشتغل في سفارة بلدي هناك. شوف أستاذ ناجي، أنا أعرف عنك كل شيء، وش انت تسوي باسرائيل، واعرف ذول الشباب اللي وياك ايضا باسرائيل. انت سويتوا شغله زينه، سويتوا شغله زينه يا ابطال. ما تقعدش تلف وتدور، انت عايز ايه بالظبط؟ الناس كلها تعتقد انه اني طمعان بالجنط اللي معك، او اريد نسبه منها. مو هذا اللي يدور براسك؟ انت عايز ايه يا ستوري؟ ولش؟ أنا ما أريد منك أي شيء إلا خدمة صغيرة، أمانة توصلها لمصر. أمانة إيه؟ تمثال صغير تأخذه بيدك تصعد بيه الطيارة، ولما تنزل بمطار القاهرة أكو شخص راح ينتظرك تعطيه إياه. تمثال إيه؟